إنه وقت العشاء في منزل هذه العائلة التي تعيش بالقرب من موسكو. إنها تتكون من والدتين ماشا كيسن، صحفية روسية أمريكية تعيش مع صديقتها من مثليات الجنس أيضاً، ولهما 3 أطفال. تقول إن حياتها العائلية مهددة منذ يونيو حزيران الماضي، حيث أصدر الرئيس بوتين قانوناً يمنع فيه ما يعتبره بمثابة اعتداء على القاصرين. قبل 20 شهراً تطلع من إفتة منزله ورأى أول مظاهرات حاشدة. بالنسبة إليه، الذين رآهم هم أعداء يحتجون ليس ضد نظامه بل ضد روسيا نفسها. نحن كنا الأجانب المثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولون الجنسيون. بالنسبة إليه هم عملاء لجهات أجنبية. الأمر لا يتعلق بالرهاب من المثلية الجنسية فقط بل بأكثر من هذا، إنه الرهاب من الأجانب. المثليون بالنسبة إليه يمثلون النفوذ الأجنبي والغربي. نحن أصبحنا الهدف المفضل، لكننا لسنا المتضررين الوحيدين. استهداف هذا المجتمع كان سبباً لهذه الاحتجاجات منذ أن تم إقرار القانون على المستوى الإقليمي ومن ثم على المستوى الوطني. تبني الأطفال من قبل أزواج من مثلي الجنس يعد جريمة. النشطاء يحذرون من إمكانية حدوث جرائم بسبب الحقد في بعض المناطق الروسية. هذه الصحفية تعمل في صحيفة نوفايا غاريتا، واحدة من الصحف النادرة التي تجرؤ على انتقاد الكرملين. تناضل لهذه القضية فبدأت احتجاجاً يدعى كيزدي. إنهم يضربوننا. كيف تسير الأمور؟ نقف أمام مبنى مجلس الدوما ونتبادل القبل. أحياناً يحاولون ضربنا. في بعض الأحيان يتمكنون من هذا. يقذفون علينا البيض الفاسد وصلصة الطماطم، يسكبون علينا البول. في المرة الأخيرة، عذراً لاستخدام الكلمة، وضعوا البراز في الواقي الذكري ورمونا بها. عادةً الشرطة تقف جانباً وتنتظر الوقت الكافي لنتعرض للضرب وبعد ذلك تأخذنا. هكذا تسير الأمور تقريباً. بوتين تعرض لانتقادات شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب إصدار هذه القوانين، لكنه وجد حليفاً قوياً في الكنيسة الأرثوذكسية. ممثل الكنيسة يؤكدون إن زواج مثلي الجنس يؤدي إلى نهاية العالم ويحذرون من الرغبة بفرض قيمهم الجنسية على الأطفال. بالطبع، الناس بإمكانهم اختيار نمط حياتهم بحرية، لكن اليوم نلاحظ غياب هذه الحرية حين تفرض المثلية الجنسية على الأطفال والمراهقين. هذا يحدث عبر الإنترنت من خلال الدعاية السياسية والإجراءات السياسية وجماعات الضغط. لا يمكن أن نفرض هذه الظاهرة على أطفالنا أو على البالغين من خلال الضغوط السياسية. منتقدو هذا النوع من الحجج يقولون إن هذا يعطي للجماعات الدينية المتطرفة الضوء الأخضر لمهاجمة المثليين الجنسيين. هذا الرجل عضو في مجموعة دينية تدعى إرادة الله، يعترف بوجود العنف في بعض الأحيان، لكن الشرطة الآن تقف إلى جانبهم. بفضل اعتماد هذه القوانين الجديدة اليوم، إن رأينا شخصاً من مثلي الجنس يسير علناً في الشوارع ويوزع على الأطفال النشرات التي تحمل أفكارهم، نتصل بالشرطة. من الصعب القول إن كافة أعضاء البرلمان من المجانين. اعتماد البرلمان لهذه القوانين والتصويت لها بنسبة 100% يعني أنهم يعتبرونها مهمة. في يونيو حزيران لم يصوت أي عضو في البرلمان ضد الحظر المفروض على الترويج لمثلي الجنس. إنه قانون سيلاقي تأييداً من أغلبية الروس. وفقاً لاستطلاع للرأي، 80% تقريباً من الروس يقولون إنهم لا يعرفون شخصاً من مثلي الجنس. السبب هو كتمان وسرية الميول الجنسية، يقول أنطوان كراسوفسكي. إنه أراد أن يضع حداً له في كانون الثاني الماضي. مقدم البرامج هذا تطرق إلى الموضوع. في اليوم التالي تسلم رسالة خطية لإعلامه بأنه قد فصل من العمل. كاتب كبير هو ليو تولستوي كتب نصاً بعنوان لا أستطيع أن أسقط. أنا أيضاً لم أعد أحتمل البقاء صامتاً.
أعتقد أن الفترة الرابعة لفلاديمير بوتين ستؤدي إلى تغيرات كبيرة استراتيجية وجادة نحو التحسين. كافة التغييرات كانت كبيرة وجادة واستراتيجية، لكننا نتوجه بسرعة نحو التدهور. أيدت بوتين على الأقل داخليا. بعد عام لم يعد بإمكاني أن أفعل هذا، لا أستطيع. بعد بضعة أشهر روسيا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الحدث مصدر فخر شخصي لبوتين. المدافعون عن مثلية الجنس في الخارج وجهوا دعوة لمقاطعتها، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير من الروس. الألعاب الأولمبية حدث مهم جدا بالنسبة لبلدنا. بطبيعة الحال في أوروبا والولايات المتحدة هناك سياسيون يخشون الروس. بالنسبة إليهم أي انتصار لروسيا أو حدث مثير للاهتمام في بلدنا كشوكة في الخاصرة. إنهم يجدون الأعذار ليظهروا أن روسيا على خطأ. أنصار هذه القوانين يقولون إن بلادهم تغيرت كثيراً منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. آنذاك المثلية الجنسية كانت جريمة. بالنسبة إلى هذه المحللة السياسية، فلاديمير بوتين عمل على إنشاء هوية روسية جديدة محافظة وقوية. لا يمكن لهذا القانون أن يتغير أو يعدل أو يخفف. الرئيس بوتين شخصية لا تتأثر بالضغط، على العكس تماما. طالما هناك ضغط سيستخدم القوة. لا يحق لأحد أن يعظنا أو يعلمنا ما يجب أن نفعله. بالمناسبة إنها أحد الأسباب المتعددة التي تجعل من بوتين شخصية شعبية لها القدرة على الصمود أمام الضغوط الغربية. بينما بوتين يواجه الضغوط الغربية، مجلس الدوما يتابع العمل. إنه يتهيأ لإدخال المزيد من القوانين للحفاظ على القيم التقليدية. لربما أحد النصوص سيكون حرمان مثلي الجنس من حضانة الأطفال. ماشا قررت العودة مع أولادها إلى الولايات المتحدة. إنه أمر عبثي. حين غادرت بلدي كنت في 14 من العمر، لأننا لم نعثر على ما كان لنا كيهود. وحين عدت إلى هنا في 20 من عمري تمكنت من العثور على هذه المكانة. قلت لنفسي والذين من حولي وجدته بيتي، ولم يتمكنوا من سلبه بسبب سياستهم المعادية للسامية. الآن إنهم يريدون أن ينتزعوه مني مجددا. حوالي 5% من سكان روسيا البالغ 140 مليون نسمة هم من مثلي الجنس. إنه مجتمع يعيش بين النضال من أجل المساواة والخشية من الرحيل وإلى الأبد إلى بلد آخر.